بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الرابعة من مادة تاريخ القانون في جامعة سليمان الدولية. سنتناول اليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة آراء العلماء في تكوين المجتمع البدائي. لا خلاف بين العلماء إن الإنسان عاش في جماعة أو خلية اجتماعية أو أي مجموعة من البشر، ولكن الاختلاف بينهم يقوم على تصور الأساس الذي تشكلت في هذه الجماعة. فمنهم من يقول إن هذا الأساس هو العشيرة، ومنهم من يقول أن أساس الجماعة كان يقوم على صلة روحية يجتمع أفرادها على تقديس شيء مشترك تعتقد أنها نسلت منه يسمى الطوطا. ومنهم من يجمع الأساس هو الأسرة، وهنا لابد من تقديم عرض تاريخي موجز لفهم كيفية ظهور الإنسان وتطور القانون معه. من المعروف أن فكرة نظرية النشوء والارتقاء التي نادى بها داروين، العالم داروين في كتابه أصل الأنواع، قد سيطرت على التفكير الغربي ردحا من الزمن غير قصير، بل لا غضاضة في القول بأنها لا زالت تشكل ثقلا ذهنيا على نمط هذا التفكير أو على نمط التفكير الغربي. فالإنسان وجد نفسه ثم ترقي وتطور حتى وصل إلى الحال التي هو عليه اليوم. وهذه النظرة قائمة هي أساسها على نكران وجود الخالق، أي أن لا وجود إلى الله سبحانه وتعالى، ومكذبة بما جاءت به الكتب السماوية بدعوى أنها، أي النظرية هي نظرية أصل الأنواع، تسلك سبيل البحث العلمي النزيه، في حين أنها في حقيقيتها تخالف منهجية البحث العلمي بنكرانها للحقائق الكبرى. ولقد قيل في معرض الدفاع عن صدق هذه النظرية وصحتها: إن لم يكن ليقرر لنا أن نوجد على الإطلاق لولا أن سبقتنا إلا الوجود حيوانات من ذلك النوع القريب، كل القرب من الإنسان والتي استطعنا أن نظهر منها، والحق إننا ما زلنا نجد كثيرا من خصائص تلك الحيوانات في أبناء عمومتنا القردة البشرية التي يطلق عليها أنثروبايت أيبس. ولقد ألقت هذه النظرية ظلالها على كثير من العلوم ومنها تاريخ القانون، وتحت تأثيرها أخذ المؤرخون يصفون الإنسان الأول بأوصاف العجموات، فهؤلاء يتكلم ولا يفقه شيئا، ولا يعرف كيف يواري سوءته، ولا يعلم شيئا عن خلق الخالق، وليس لديه شيئا من النظم. ومن العجيب حقا أن ينقل فقهاء القانون العرب هذه الأفكار دون تنقيح، ويسلمون بذلك في كتبهم وينقلونه إلى النشأ من خلال تدريسهم لتلك الأفكار. مثال ذلك ما ينقله الدكتور أدوار غالي الذهبي بقوله: وقد تطورت الأحياء خلال هذه الأزمنة الجيولوجية الطويلة ببطء شديد، وعثر العلماء على بقايا هذا النوع المعروف باسم أشباه البشر بانثروبوس في حفريات ترجع إلى زمن الميوسين، حين كانت الأنواع الحية لا تزال قليلة منذ حوالي 20 مليون سنة على أقل تقدير. أما الأنواع البشرية فلم تظهر إلا في زمن البلايستيوسين، أي زمن الغالبية العظمى من الأنواع الحية، وقد عاش من هذه الأنواع البشرية ثلاث أنواع. النوع الأول هو إنسان الجاوة، ومعناه الإنسان القرد كما يسمى المثل الوحيد، وقد تم اكتشاف بقايا هذا الإنسان في إحدى القرى الواقعة على نهر سولو في جزيرة جاوة عام 1800
91. النوع الثاني من الأنواع البشرية هو إنسان النيدرتال، والنيدرتال وادي على أحد روافد نهر الراين في أوروبا. وقد عانى الإنسان الموجود من البرد القارس الناجم عن تراكم الجليد، فأقام في الكهوف إذ أخذ من الكهف بيتا يسكن فيه لوقايته من البرد وضراوة الحيوانات المفترسة، ومارس نمط الحياة المعروف بالعصر الحجري القديم. النوع الثالث من الأنواع البشرية هو الإنسان العاقل هومو سباينس، وينتمي إليه الجنس البشري الحالي. ومن المحتمل أن لا يكون قد سيطر على الكرة الأرضية إلا منذ 100,000 عام، ولا أرى أن المرء في حاجة إلى عناء كبير للتدليل على مجافات هذا التصور. لعقيدة المسلمين فمن الجلي إنها تستند على نظرية النشوء والارتقاء المعروفة بنظرية أصل الأنواع التي نادى بها العالم داروين، بينما يقوم التصور الإسلامي لبدء الخليقة على ما جاء بها القرآن الكريم، إذ قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، صدق الله العلي العظيم. ويخبرنا الله سبحانه وتعالى عن كيفية استعمار الإنسان للأرض بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربما هذه الشجرة فتكونا من الخاسرين، فأنزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، صدق الله العلي العظيم. المحور الثاني في هذه المحاضرة أو في هذه المحاضرة هو تطور البشرية. إن المنهج المنحرف الذي تولدت عنه نشأة البشرية هو نفسه الذي صور فكرة تطورها وأنماط الحياة الاجتماعية التي كانت تعيشها في فترة طفولتها. كما يعبر البعض عن ذلك، فعلماء الاجتماع والقانون يفترضون نظريات يخالف بعضها البعض الآخر، وإن كانت جميعها لا تقوم على حقيقة ثابتة وليس لأي منهما سند يدعمهما، إذ اتفق المؤرخون وعلماء الاجتماع على أن العوامل الجيولوجية والاقتصادية قد أثرت تأثيرا كبيرا على العوامل الاجتماعية التي عاش في ظلها أجدادنا القدامى. ففي عصر الجليد مثلا، كما يسميه المؤرخون عصر الوحشية، كان الإنسان يعتمد على الصيد وما تجود به الأرض، ويتسم هذا العصر بالقوة والوحشية، فلا حكام تدين لهم الجماعة، والقوي يأكل الضعيف كما هو معروف، فكانوا وحوشا ضارية وعقولهم معطلة عن التفكير الذاتي. أما عصر الهمجية أو البربرية فقد اهتدى فيه الإنسان إلى الزراعة وتربية الماشية واستخدام الحجارة في البناء. وهناك من يقسم هذا العصر إلى 3 مراحل: الهمجية السفلى، وتبدأ منذ صنع الأواني الفخارية إلى اكتشاف الزراعة وممارسة الرعي، والهمجية الوسطى، وتبدأ منذ اكتشاف الزراعة إلى عملية صهر الحديد، أما الهمجية العليا تبدأ منذ صهر الحديد إلى اختراع الكتابة. بلى ذلك ما يعرف بعصر المدنية.
وقد اختلف العلماء في تصور الخلية الاجتماعية الأولى، وانقسموا إلى ثلاث مجموعات، كل منهم يتبنى نظرية معينة. النظرية الأولى هي نظرية الأسرة الأبوية، يرى أنصار هذه النظرية ومنهم روبرت لوي إن أول تنظيم اجتماعي كان هو الأسرة المكونة من أبوين وأولادهما بوصفهما أصغر وحدة اجتماعية، فالأسرة الأبوية وفقا لهذه النظرية هي الخلية الاجتماعية الأولى. وبمرور الزمن وكثرة النسل واقتناء الرقيق اتسعت دائرة الأسرة، فتحولت إلى عشيرة ثم إلى قبيلة، ثم باستقرار القبائل وتوحيد السلطة العليا فيما بينهم تكونت الدولة. واستند أنصار هذه النظرية إلى بعض ما جاء في التوراة عن العشائر اليهودية التي تناسلت من إسحاق عليه السلام، وما ذهب إليه بعض فلاسفة اليونان من أن العشيرة اليونانية هي أصل المجتمع اليوناني، وبأن الحيوانات الراقية تعيش في جماعات تتكون من الذكر وأنثاه وصغارهما، وأن الإنسان عندما يولد يحتاج إلى عناية من بني جنسه في كل شيء حتى يتكامل ويكون قادرا على العيش. لقد انتقد الباحثون هذه النظرية على أساس أنه من الخطأ اعتبار الأسرة الأبوية هي الخلية الاجتماعية الأولى، لأنه قد سبقتها الأسرة الأمية حين كان الأطفال ينسبون إلى أمهم، والقول بأن الأسرة الأبوية سابقة يتعارض مع ما انتهت إليه دراسة الباحثين، مثل ما كتبه ماك لينان في كتابه المشهور الزواج البداية. وتشبيه الإنسان بالحيوان لا في تأييده في هذه النظرية، لأن الإنسان قد يقوم بأفعال يأنف منها الحيوان، فالنمور تربي صغارها، بينما وجد من البشر من مارس عادة وأد البنات، أي كانت قبل مجيء الإسلام ظاهرة تسمى وأد البنات، فقد كان الأب عندما يبشر بالأنثى يقوم بقتلها ودفنها هي حية، ونص على ذلك القرآن الكريم وإذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، صدق الله العلي العظيم. النظرية الثانية نظرية العشيرة، تقوم على أساس أن المجتمع البدائي هو العشيرة وليس الأسرة المؤلفة من أب وأم وأولاد. شاعت هذه النظرية في القرن التاسع عشر، وكان من أشد المتعصبين لها العالم ماك لينان، فهو يرى أن الجماعة البدائية الأولى تألفت في أقدم العصور من أسر لا تربطهم صلة القرابة وإنما المصادفة ليتعاونوا على صيد الحيوانات، ولذلك اعتنوا بتربية الذكور وإعدادهم لهذه المخاطر، وأن ثم قتل البنات للتخلص من أفواه لا نفع منها، مما أدى إلى ندرة النساء، وأضحت الأسرة في الجماعة تتألف من مجموعة من الرجال يشتركون في امرأة واحدة. ولما توالى قتل البنات ونقص عدد النساء في الجماعة اضطر الرجال إلى خطف النساء من الجماعات المجاورة، فتأصلت عادة الخطف وأضحت عادة مقدسة وتلعن أرواح الأسلاف من يخالفها، وعرفت هذه العادة بالزواج من الغريبة، وأصبح الزواج من بنات القبيلة أمرا محرما. يرى ماك لينان أن هذه العادة التي شاع فيها الإباحة الجنسية قد أدت إلى جهالة نسب الولد إلى أبيه، لأن المخطوفات كثيرا ما كان يتكرر خطفهن واسترجاعهن وهن حوامل، ولهذا كان الولد ينسب إلى أمه وتنشأ عن ذلك نظام الأسرة الأمية. ويرى هذا العالم أن الأمر تطور فيما بعد إلى حالة أرقى، فقد أضحى أزواج المرأة كلهم من الأخوة وينسب الأولاد إلى الأخ الكبير، ثم ينتهي الأمر باستقلال
الأخ الأكبر بالمرأة لتصبح زوجته بعد أن تمكن كل الأخوة من الحصول على امرأة لا يشاركه فيها أحد من أخوته. ولكن ينضم الجميع تحت لواء الأخ الأكبر ويخضعون لسلطانه، وأصبح هو رئيس الأسرة، وبذلك انتقلت الجماعة من النظام الأمي إلى النظام الأبوي. ربط ماك هذا التطور بالعامل الاقتصادي، فقتل البنات كان بسبب نظرة الغذاء، وقد أدى ذلك إلى تعدد أزواج المرأة الواحدة. وحين انتقل الإنسان إلى مرحلة توفر له المزيد من الغذاء، لم يعد من الضروري أن يقتل النساء، فأخذت هذه العادة تتمحل ليكون للأخوة امرأة واحدة ينسب الأولاد فيها إلى الأخ الأكبر، ثم آل الأمر ليكون لكل واحد منهم زوجة خاصة به. وحين نعم الإنسان بحياة اقتصادية أفضل وسلم النساء من القتل، استطاع أن يحصل على عدة نساء بطريق السبي أو الشراء، فتحول بذلك نظام الزواج الفردي إلى نظام تعدد الزوجات. الظهر في ذلك الحين نظام تعدد الزوجات، أي أن الرجل يتزوج بأكثر من امرأة. يذهب العلماء الآخذين بهذه النظرية إلى أن النظام الأمي وما رافقه من قتل النساء قد ساد في عصر السيد والقنص، وإن النظام الأبوي أخذ يظهر في عصر الرعي، ثم استقر في صورة الأسرة الأبوية المتطورة في عصر الزراعة، إذ دعت فيه الضرورة لظهور نظام تعدد الزوجات للاطلاع بأعباء الحياة الجديدة. حجة أصحاب النظرية: استند أصحاب هذه النظرية إلى نظرية التطور التي نادى بها العالم دارون في القرن 19، وتقوم هذه النظرية على قدرة الإنسان على التطور من حالة إلى حالة أرقى بفضل الانتقاء الطبيعي أو الجنسي الذي يعمل على بقاء الأفضل. وعلى أساس هذه النظرية تصور ماك أن الجماعة البدائية هي الخلية الاجتماعية الأولى، وأنها انتقلت من مرحلة إلى مرحلة متطورة وراقية متأثرة بالعامل الاقتصادي الذي يراعي بقاء الأفضل والأصلح للحياة. وعمد أصحاب هذه النظرية إلى دعمها بأدلة مستمدة. إذن هؤلاء الذين يدافعون عن هذه النظرية لديهم أدلة مستمدة من: أولا، حالة بعض الجماعات الهمجية الحالية في أفريقيا الوسطى والتي يسود بينها حالة الشيوعية الجنسية. اثنين، من نظم سادت لدى بعض الشعوب في بداية العصر التاريخي، مثل زواج الأخ من الأخت في العصر الفرعوني البيرو. ثلاثة، من عادة إعارة الزوجة وزواج التجربة الشائع لدى بعض القبائل المعاصرة وحق الليلة الأولى. أربعة، من عادة تعدد الأزواج لامرأة واحدة، وهي عادة شائعة في بلاد الأسكيمو والتبت. خمسة، من حالة الخطف التي نشاهدها في كثير من الجماعات الهمجية وبعض الجماعات المتحضرة. سادسا، من العادة الشائعة في بعض الجماعات البدائية التي تعيش في عصرنا الحديث والتي تحرم على أعضائها الزواج من الأفراد المنتمين إلى نفس الجماعة. نقد هذه النظرية: فلنرى الانتقادات الواضحة والجلية لهذه النظرية. لقد واجهت هذه النظرية انتقادا شديدا من علماء الاجتماع، وعلى رأسهم هيربرت سبنسر وروبرت لوي، فقد رفض هؤلاء العلماء التسليم بهذه النظرية، وقالوا عنها إنها تقوم على تطور مفترض لا يستند إلى شيء من الحقيقة. فهذه الحالات التي تم ذكرها، الست حالات، هي حالات استثنائية فرضتها ظروف معينة لا تدل على أنها كانت سائدة عند جميع الشعوب في مرحلة من مراحل حياتها، بل كانت تزول بزوال تلك الظروف، وأن الشيوعية الجنسية التي نشاهدها لدى بعض الشعوب المنحطة أو الآخذة بالانحطاط
إنما هي ظاهرة تخلف في الغالب بفناء الجماعة وانحلالها، ولا يمكن أن تكون ظاهرة عامة في بني الإنسان، ومن أجل ذلك لا يمكن أن تكون حقيقة علمية يتقرر عليها الجزم بأنها كانت نقطة البداية في تكوين الجماعات الإنسانية الأولى. النظرية الثالثة هي النظرية الطوطمية. يرى أنصار هذه النظرية أن الخلية الاجتماعية الأولى تكونت من رابطة بين أفراد يعتقدون أنهم ينتسبون إلى طوطم واحد. والطوطم، نأتي هنا لنعرف الطوطم، الطوطم هو حيوان أو نبات أو ظاهرة طبيعية تعتقد الجماعات البداية أن الإنسان انحدر منها، وأنه في الزمان الأزلي كان متحدا معها ثم انفصل عنها وخلقت له أطراف، في حين أن الأصل بقي على حاله واعتبر جدا أسطوريا. أطلق الهنود الحمر على هذا الأصل اسم طوطم، إذن هذه التسمية جاءت من الهنود الحمر، ومنه أطلق علماء السلالات البشرية باسم الطوطمية على هذا المذهب. انتشرت الطوطمية بين القبائل الهمجية في استراليا وماليزيا وأفريقيا وبعض السلالات الباقية من الهنود الحمر، وتتألف الجماعات الطوطمية من أفراد ينحدرون من طوطم واحد في الغالب، حيوان مفترس أو مسالم. يتم تأليه الطوطم من قبل جماعته كما أنها تقدسه وتقيم له الاحتفالات الدينية والطقوس، وتنقش صورته على أسلحتهم وأدواتهم المنزلية، وهو شعارهم توشم بصورته أجسادهم وتحمل رايته في الحروب، ويعتبر حاميا يدفع عنهم كل شر. وعلى ذلك فإن الرابطة بين أفراد الجماعة الطوطمية لا تقوم على صلة الدم، بل تقوم على عقيدة الانحدار من طوطم واحد. إن العقيدة الغالبة في الطوطمية هو تحريم الزواج بين الأفراد الذين ينتسبون إلى طوطم واحد، ومن ثم الزواج يكون من خارج الجماعة. أما في داخل الجماعة فالأولاد أخوة، وكل امرأة في الجماعة تدعى أمة، وكل رجل فيها يدعى أبا. يذهب بعض أنصار هذه النظرية إلى أن الطوطمية كانت عامة في الشعوب البدائية، ويزعم آخرون أنها نشأت في شمال أفريقيا ومنها إلى العالم، ويرون آخرون إلى أن اتخاذ العرب أسماء كثيرة من الحيوانات وتسمية أبنائهم وقبائلهم بها هي من آثار الطوطمية. نأتي هنا نرد على أصحاب هذه النظرية، نظرية الطوطمية. هنالك بعض الأشخاص أو العلماء أو الناس ردوا على أنصار هذه النظرية، إذ من الملاحظ أن النظريات المتقدمة جميعها لم تسلم من الرد الذي يدفع إلى التشكيك في صحتها. ومن العجيب حقا أن كل فريق يسوق من سهام النقد ما يحاول أن يدحض به نظرية الفريق الآخر دون أن يقيم دليلا دامغا على صحة نظريته، وليس أدل على البطلان مما يسوقه ماكلينان بزعمه أن الجماعات البشرية في العصر الحجري لم تكن تعرف الزراعة ولا تربية المواشي، وكانت تعيش على قنص الحيوانات الوحشية وتعتمد في قنصها على القوة البدنية والمهارة في القنص، ومن أجل ذلك كانت تعني بتربية الذكور وإعدادهم لهذه المهمة الخطيرة التي تتوقف عليها حياة الجامعة أو حياة الجماعة. ويرى أن الإنسان اضطر إلى قتل البنات وأعدهن ليتخلص من أفواه تأكل ولا نف من ورائها. لماذا؟ لأن النساء لم يكن قادرات على القنص والصيد، ولأنهن عاجزات عن اقتحام المخاطر للحصول على الغذاء. وهذا العصر سمي بالتحديد عصر جمع القوت، وقد أدى ذلك إلى ندرة النساء، وأضحت المجموعة البدائية تتكون من مجموعة من الرجال يشتركون في امرأة واحدة.
وهذا ما يسمى بحالة تعدد الأزواج. تأسيسا على ما تقدم، يرى لينان أن عادة الخطف للبنات أدت إلى جهالة نسب الأولاد إلى أبيه، لأن المختطفات من النساء كثيرا ما يتم إعادة خطفهن أو استرجاعهن وهن حوامل، لهذا كان ينسبون الأولاد إلى أمهاتهم نتيجة ما يعرف بالأسرة الأمية. ويستند بعض الكتاب على ما جاء في النصوص المحرفة من التوراة عن إبراهيم عليه السلام، والزعم من أن سارة أخته لأبيه، وأن يعقوب عليه السلام قد تزوج من أختين، ومن ذلك ما جاء في العهد القديم من أن بنات لوط عليه السلام خشينا من فقدان أثر أبيهن، فاتفقنا على أن يقمن بإسكارة ثم تختلي به إحداهن وتمكنه من نفسها لكي تلد منه، وهكذا أنجبت كل منهما ولدا. وكذلك بعض العادات الإباحية المنتشرة في بعض مناطق من العالم قديما وحديثا. ولا حاجة للمرء إلى إقامة الدليل على تبرئة إبراهيم ويعقوب ولوط عليهم السلام من افتراءات اليهود ونصوصهم المحرفة، كما أن الأدلة على فساد تأسيس أصل نشأة الإنسان من الكثرة بحيث يضيق المكان عن سردها وتقف في مجملها دليلا على فساد تلك الآراء كيف، وتدعو إلى وجوب إعادة صياغة هذا الموضوع وفقا لرؤية الإسلام. والجدير بالذكر هنا أن هناك بعض الإشارات العارضة في بعض الكتب إلى عدم صحة ما قيل، ولكن دون الخوض في موضوع أو الإشارة إلى البعد الحقيقي لما قيل، ومن ذلك القول بأنه مهما كانت الحجج التي قدمتها هذه النظريات الثلاث السابقة في بيان الأساس الاجتماعي للإنسان البدائي، فإنه يصعب القطع بصحة إحدى هذه النظريات، لأن كل ما بين أيدي العلماء لا يعدو أن يكون استنتاجات أو افتراضات، ويتعذر ترجيح أي من هذه النظريات على الأخرى ما دمنا لم نتوصل إلى الأدلة التي تقطع بهذا الترجيح. فأي من هذه النظريات الثلاث لا تصلح لوحدها لتفسير قيام جميع المجتمعات البدائية، إذ لم يثبت بالدليل القاطع وجود مرحلة من الإباحية الجنسية عاش فيها الإنسان البدائي. والإسلام يؤكد على أن الله عز وجل خلق الإنسان بيده ونفخ فيه من روحه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، وخطاب الله سبحانه وتعالى خطاب للإنسان أو خطاب عن الإنسان، والإنسان مخلوق مميز مكرم في الملء الأعلى وظهر تمييزه بتعليمه للأسماء كلها، إذ علم آدم الأسماء كلها، وصياغته صياغة أهله للقيام بمهامه الثلاثة في الرضا، وهي تحقيق عبودية الله الواحد الأحد وعمارة الكون والاستخلاف في الأرض. ولا تتحقق غاية الإنسان إلا بهذا الأمر الذي يقتضيه العقل والمنطق. لقد اكتمل خلق آدم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وعلمه رأيه وعلمه ربه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال انبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون، وجاء الأمر بسكن الجنة والنهي عن ارتكاب المعصية. وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجتك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وكانت الغواية وارتكاب المعصية لزمت العقوبة، فكان الهبوط إلى الأرض، وكان ذلك كله حيث يعلم أن الله من الجنة فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هبط آدم عليه السلام إلى الأرض ورزق الذرية، بسم الله الرحمن الرحيم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكانت ذريتي على التوحيد، ثم اختلف الأبناء فيما بينهم لتعارض المصالح، وكانت الخصومة الأولى في التاريخ، وأشار آدم عليه السلام على أبنائه المتنازعين أن يقدم كل منهما قربانا إلى الله، ومن أكلت النار قربانه فهو صاحب الحق، فكانت القاعدة القانونية الأولى. إذن القاعدة القانونية الأولى لتاريخ القانون هو نبينا آدم عليه السلام، في يعني القانوني القاعدة القانونية الأولى في تاريخ البشرية لحل النزاع. وقدمت القرابين وتقبل قربان أحدهما ولم يتقبل من الآخر، فكان الحكم الأول في تاريخ البشرية، ولم يرضى أحد المتنازعين بالحكم، فامتدت يده الآثمة فقتلت صاحب الحق. وكانت الجريمة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال ليقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين بإثمي وإثمك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، صدق الله العظيم. تتابعت ذرية آدم وكانت على التوحيد زمنا، ثم داخلها الشرك، فأرسل الله الرسل. ومن الملاحظ إنه كلما خرج الناس عن النواميس التي وضعها الله لهم كلما انتشر الفساد وتتابع الرسل، حتى إذا عم الفساد أرسل الله نوحا ليطهر الأرض من أدناسها، وانتشر التوحيد زمنا بعد نوح، ثم عادت البشرية إلى فسادها وزيفها، فأرسل الله الرسل تباعا حتى كانت خاتمة الرسالات بالقرآن الكريم ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام، فقد كان خاتم الأنبياء والمرسلين.